من واشنطن ينضم إلينا مراسل الغد خالد خيري. خالد، ما هي أهم مخرجات هذه المحادثات في واشنطن حول سد النهضة؟ بالطبع، يعني مبدئيا نجح اجتماع واشنطن في استيعاب الأطراف الثلاثة، مصر وإثيوبيا والسودان، ووضع خريطة طريق اتفق عليها المشاركون عبر الوساطة الأمريكية وعبر تدخل من البنك الدولي. كذلك ستعقد 4 اجتماعات في المرحلة المقبلة في إثيوبيا والسودان ومصر لوزراء الري في هذه الدول لبحث المشاكل العالقة المتعلقة بمشكلة الملء والتشغيل. وأيضا يوجد اجتماعان هنا في واشنطن 9 ديسمبر وأيضا 13 يناير المقبل لبحث تطورات الاتفاقات التي ستبرمها الأطراف الثلاثة. إذن اجتماع واشنطن هو عبارة عن خارطة طريق لهذه الدول بمشاركة وإشراف الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. كما ذكرنا من قبل، هذا الاجتماع لم يكن فنيا، بمعنى لم يناقش القضايا العالقة، وإنما وضع خارطة طريق اتفقت عليها هذه الدول لحل المشكلة. مصر رحبت بالطبع بهذا الاتفاق واعتبرته إيجابيا، بينما لم يصدر عن الجانب الإثيوبي أو السوداني ردود فعل باستثناء الموافقة في البيان الختامي على مخرجات هذا الاجتماع. شكرا جزيلا لك خالد خيري، كنت معنا من واشنطن.